في الختام تذكير بأهم وأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يتفق مع وزير التربية على خارطة طريق لتأهيل المدارس، ويبحث مع وفد عشائري مشاريع الخدمات. وصول أجهزة غسيل الكلى لمستشفى الشرقاط، وأسعار الأمبيرات الأهلية تصعق جيوب المواطنين ب20,000 في باجي. البرزاني يجمع القوى السنية على كلمة سواء في رئاسة البرلمان، وينقل الحوار العراقي إلى مرحلة الشراكة المستدامة بين بغداد وأربيل. السوداني يوجه لتعطيل الدوام الأحد المقبل، ومجلس نينوى بأزمة متفاقمة بعد إلغاء التعيينات، والمحتوى الهابط يقبض على حنون حكومة. إلى هنا نصل لنهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.